بالظبط. اجا مبسوطين الموظفين. طبعا بجد هغني لهم مش تيجي تداوم عنا. بغني لكم. فكرتيني بايام المدرسه. ايوه كنت اغني على علبه الهندسه. والله. مساء الخير لكل متابعين برنامج سوشو. بتمنى أنه دائماً تكون اختياراتنا موفقة من حيث مضمون الحلقات والضيوف. أما ضيف حلقتنا لليوم اللي يعني بلش أنه بده يضارب علي في الإعلام، بيجمع مزيج فريد من الفن والقوة والتحدي، وبين الشخصية الرومانسية والشخصية العنيفة. فنان صاحب أداء رائع وخامة صوت مميزة، وأيضاً صاحب بطولات في عالم الملاكمة. رحبوا معي بالفنان والملاكم سلطان العشي. أهلا وسهلا فيك. سلمك يا ربي سألك. بدك تعمل فاصل؟ بدك تعمل مقدمة شيء؟ مبسوطة كثير سلطان بوجودك معنا. سلمك سلمك. الله يرضى عليك يا رب. شو هالمزيج؟ شو هالخلطة؟ غريبة صح؟ شوي. أنا بحب الرياضة من منظوري، بحب الرياضة، وتعلقت برياضة مش كبطولات وشيء، بس رياضة يعني حياة. بالضبط. رياضة جميلة جدا. فمن ضمن الفترة اللي أنا مرقت فيها أجت البطولة والله في طريقتي، ما مش أنا ما قصدي والله العظيم. مش قصدك أربع بطولات؟ أربع بطولات مش قصدك. ما شاء الله أنا عيني باردة ترى، ما بحسد. أكيد أكيد شكلها مش رح نزيد الخامسة. لا لا ان شاء الله. طبعا انت عم تاخذ بطولات على وزن 90 كيلو. يس اوكي 90. طيب يعني شو هال بين التحديات والملاكمه والعنف والرومانسيه والصوت الحلو، شو هالتوليفه، شو هالهارموني؟ زي ما قلت لك انا بحب الرياضه بشكل عام، بغض النظر انه كانت الرياضه هي عنيفه ولا مش عنيفه، انا بحب الرياضه بشكل عام. بس الرياضه تألقت فيها ان الملاكمه لانه كان والدي ملاكم. اوكي. يعني أنا أقول للشباب يخافوا على حالهم أو كيف؟ لا. العائلة كلها. طب أولادك؟ بعلمهم. بتعلمهم ملاكمة؟ أوكي. لأنه بحس الملاكمة برضو بتعطي بالرياضة بشكل عام بتعطي شخصية، بتعطي قوة، صلابة، تحمل. حلو. إرادة. بتثقل شخصية الطفل مثلا من أوله. فعشان هيك أنا بحب يعني من بداية بدايته إنه يتعلم الرياضة. حلو. هلا رح احكي شوي انا وياك بموضوع الملاكمة، بعدين ننتقل للفن، العالم الاخر هذا اللي انا مش عارفة كيف عم بتوازن بين هون وبين هون. طبعا سلطان انت ماخذ كذا بطولة. الحمد لله. وانت قلت بجوز سألتني انه كيف عرفتي انه انا ملاكم. بالضبط. لا هذه يعني بعلمك اياها سر المهنة بعد الحلقة. مش عم بدك تصير تقدم هلا برامج. ضروري. فهذا الشيء يعني بيحتاج انه جهد منك اكيد وتركيز واخذ بطولات. تمام. يعني وانت قلت لي ما اخذتها يعني بشكل جدي، انه دخلت هيك الملاكمه كونك بتحب الرياضه بشكل عام. شو اللي وصلك للبطولات؟ فتره التدريب اللي كنا نلعبها، الفتره وقع علي الاختيار ان انا احد الناس اللي لازم العب البطوله. لازم تلعب. أوكي. الكابتن اختار ان انا العب بطولة لانه شاف انه اللياقة عندي عالية، عندي ارادة، عندي تحدي، عندي تحمل. فشاف في انه انت يعني مشروع بطل ناجح. حلو. هذا كان في بداية الموضوع، فقال لي انت جرب شوف شو بصير معك. فمن اول تجربة فضل الله جبت البطولة، جبت الثاني على المملكة من اول تجربة. الحمد لله. الحمد لله. اكيد الحمد لله رب العالمين. وبعدين فتح الموضوع مع الناس. تمام. طب وين بتلاقي حالك أكثر، بالرياضة، بالفن، ولا مجتمعين مع بعض؟ هو صعب الإنسان يكون موهوب أكثر من شيء؟ لا مش صعب، لا أكيد مش صعب هذا الشيء. بس هلأ في حدا بيكون لاقي حاله بمكان معين؟ أنا بلاقي حالي بالفن أكثر. بالفن أكثر. الرياضة 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 الكل بيلعبها. أوكي. بس بلاقي حالي بالفن أكثر. امتى بلشت بالفن؟ كيف بلشت؟ لاني انا لما سمعت صوتك قلت سلطان العشي اذا ما بيكون بسوشو ابصر شو رح يصير. بالمدرسه. بالمدرسه. بلشت بالمدرسه، يعني كنت انا المسؤول عن الاناشيد وفرقه الاناشيد وإشي زي هيك، والاذاعه الصباحيه.
حلو. وشوي شوي اتطورت صرت أغني. فالكل بيسمع صوتي بيقول لي يا إلهي لو إنك بس لو إنك تعزف عود ولا كذا. حلو. فحاولت أصقل الموهبة إني تعلمت آلة العود. حلو. هذا أنت حكيت كلمة كتير مهمة، بالملاكمة عندك الإرادة، وبكل مجال تاني برضو عندك الإرادة لدرجة يعني أنك أنت تعلمت العود. الرياضة كانت فيه إرادة وتحدي. أوكي. في الفن عندي الموهبة. الموهبة بلس الإرادة. بالضبط. أيه. بتدفعك إنك تتقدم إلى النجاح أكثر. طبعاً. طيب وين بلش سلطان بالفن خلينا نقول؟ يعني من زوري في المدرسة. لا غير بعد المدرسة والناس سمعت صوتك، وأنا حدا من الناس اللي سمعوا صوتك عن جديد. عم بسأل سؤال سلطان. تفضل. وين سلطان بهاي المجموعة اللي بنسمعها عم تغني؟ بجوز كنا نناقش بهذا الموضوع قبل الحلقة. أنا بحكي لك إحنا في ما بعرف أقول لك أنه في يقع علينا الظلم كبير أنه إحنا معنا شركات إنتاج اللي تمسك الفنان وتحطه على أول الطريق، تصرف عليه تحطه على أول الطريق. ما في عندنا، في بلبنان في بمصر. أكيد. عشان هيك بتلاقي في عندك نجوم طالعة، وبجوز يعني مش غرور، في عنا أصوات بالأردن كتير أحلى من فنانين طلعين ووصلين في لبنان وفي مصر. عنا أصوات في الأردن جميلة جدا، وعنا مواهب قوية جدا، وهذا برضو كنت أحكي قبل شوي قبل الجسم. عنا مواهب حتى من ناحية الإعلام، من ناحية التقديم، من ناحية عنا على مستوى الوطن العربي، ولكن ينقصنا الدعم، التشجيع. بلاش تشجيع، ينقصنا الدعم. شركات إنتاج اللي تمسك الفنان وتمسك المذيع وتحطه على أول الطريق حتى يبلش وينشهر. يعني أنا متأكد لو عندنا شركات إنتاج، أنا متأكد إنه نص الفنانين أردنيين. صحيح. هلا في شركات إنتاج ممكن تسمع الحلقة بقول لك إحنا ما شفناه قبل أو ما بنعرفه قبل، مين المفروض يدور على مين؟ أنا والله بحثت ما شفت، ما لقيت. حلو. شركات إنتاج في شركات إنتاج مسلسلات دراما في. أكيد. بس أنا ما شفت شركات إنتاج تتبنى فنانين وأصوات أردنية. بس أنت حاولت سلطان، أنا يعني عملت بحث عنك، أوكي؟ حاولت أنت يعني عم تحاول تعمل شيء لسلطان، يعني باسم سلطان، تحت اسم سلطان. أنا عندي تقريباً 3-4 كليبات ومصور تقريباً 8 أغاني موجودين في الإذاعة. من إنتاجك الشخصي؟ من إنتاجي الشخصي. بالضبط. بعد هاي المرحلة ما لقيت أي نتيجة؟ الإنسان بضل يحاول حتى يوصل. برافو. وحتى لو وصلت برضو لو مرحلة معينة برضو بدك تتعب حتى تحافظ على اللي وصلت له إياه. صحيح. ما في نقطة اللي واحد يوقف عندها. صحيح. طيب إحنا هاي النقطة رح نوقف عندها بس للفاصل. أوكي. ونرجع. ونواصل. أوكي والله غير أنت تعطي الفاصل يلا. إيش أحكي أحكي لي. الفاصل أعطيهم الفاصل أغششك إياه، ما بدي إياك مذيع شاطر. أما الآن فاصل ونواصل. رجعنا معكم متابعينا الكرام، وأكيد مع صاحب الظل الخفيف الفنان والملاكم سلطان العشي. أنا مبسوطة كتير بوجودك اليوم معنا. يعني دائما هيك أحيانا بيكون في عنا مواضيع تف شوي بالبرنامج، فدائما لازم يكون عندي حدا يغير مود البرنامج كامل، فهو أنت. يسعدك. الله يسعد قلبك يا رب. رجعنا لا يسعد قلبك. ساعة على قلبك. طيب بدنا هيك نسمع شيء، سمعنا شيء حتى الجمهور يحكم. هلا انا حاكمة على صوتك بس الجمهور كل حدا له ذوقه عاد. ايه
معقول انساك معقول انسان يا معقول معقول انساك معقول انسان يا اسمع شي طربي. أنا ما أشرح أوفرك اليوم. طرب هيك طرب. والعمر غير ليلة
زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة. الله الله. يعني زي الليلة وحلقة الليلة ما فيش. ما شاء الله عليك سلطان. يعني أنا مش رح أتعبك كتير تسمع أنا أشياء، بس أنا حابب برضو الجمهور يسمعوا لسلطان العش، يدخلوا ويدوروا على اسم سلطان العش ويسمعوا كمان في له أغاني على الـ I think على الفيسبوك تبعك وعلى اليوتيوب. وبلكي إن شاء الله كانت فاتحة خير من منصات أن يكون في داعمين من شركات يا رب. إنتاج يا رب. لأنه بتوقع أنك أنت بتستحق مع شوية يعني ترتيبات أمور من شركات إنتاج أنك أكيد بيكون اسم سلطان العشي رح نسمع في كل مكان في الأردن. يا رب الله يسمع منك إن شاء الله. أنت هيك حدا كتير قريب على القلب. شخصيتك الكاريزما تبعك كتير حلوة. مش أنا مش بغازل ولا بجامل، يعني بالعكس هذا الشيء اللي انت تركته انطباع من اول مره انا التقيت فيك، هذا الانطباع ما بيتغير ابدا. شخصيه كتير لذيذه، مهضوم، قريب للقلب، بتقدر تعرف شو اللي بدك اياه سواء في الملاكمه سواء في الفن، عارف شو وين انت. بتقدر تحكي برضو الرياضه خلتني مثلا اعرف، مثلا الملاكمه خلتني اعرف كيف اختار في حياتي. مثلا الواحد ما يوقعش من اول مره، يحاول مره مرتين. طبعا انه حتى لو وقع الارض يقوم يحاول مره مرتين وثلاثه وانه ما ييأس. الرياضه فادتني في حياتي انا الشخصيه، كيف اتعامل حتى مع الناس، انه الواحد يتحمل ويصبر، يكون عنده صبر وجلد واراده. طبعا فبالعكس الرياضه فادتني برضه من الناحيه الثانيه. اكيد. بين الفن وبين الملاكمه في وظيفه، وينها؟ شو هي؟ انا مدير في شركه سبع صنايع. لا البخت موجود. البخت موجود. مدير شركة. بالضبط. أكيد مبسوطين الموظفين. طبعا بقضيها غني لهم بالشركة. تيجي تداوم عنا. بغني لكم. ذكرتيني بأيام المدرسة. أيوة. كنت أغني على علبة الهندسة. والله. صح. حلو حلو كتير. يعني فعلا أنت توليفة، أنت توليفة، حدا عنده طموح. هذا الشيء اللي خلاني أكون مصرة تكون موجود كمان معي سلطان بالبرنامج. هذا شرف إلي. سلام. يعني بالعكس شرف إلنا كمان إحنا بشبكة منصات إنه نوجه الوجوه. إحنا بس معلقين على، طبعا كل الاحترام لإلهم، هم فنانين طبعا، بس إحنا في عنا وجوه جديدة، في عنا خامات، في عنا ناس عندها الموهبة بس نسقلها. بالضبط صح. طيب شو بتوجه رسالة لجيل الشباب اللي عنده موهبة، خصوصا عنده موهبة، خصوصا احنا بوضع اجتماعي العفو اقتصادي صعب، دائما الشباب طموح، انت كشاب شو بتوجه لهم رسالة اللي عنده موهبة؟ اول شيء انه ما يأس ويضل يحاول. بعدين مش شرط يكون في شركات انتاج، يعني هسه صار السوشيال ميديا، التلفون صار اي واحد يسجل لو انه مقطع صار ينشهر. في ناس كتير سجلت مقاطع ومن خلال مقطع بسيط جدا عملت اسم. فالشباب انا ينصح يحاول وما يوقف عند نقطه معينه، بجوز يعني الله ياخذ بايده فيك موقف بتصوير معين. اكيد. والله يوفقه يا رب. يعني المهم اهم شيء انه انت ضلك ورا حلمك وما تيأس. حلو. اقل ما فيه عشان اذا وصلت لمرحله او لعمر معين تحكي انا عملت اللي انا بدي اياه. صح. ما تندم. بالضبط. ما تندم. هاي هذا النقطه انا بفكر فيها دائما، انه انا بعمل اللي بدي اياه حاليا عشان اذا تقدم فيك العمر وصلت لمرحله تكون الحمد لله رب انا عملت اللي بدي اياه، حتى لو انت ما وصلتش بس كون انت عملت اللي بدك اياه. صحيح. بس انا متاكد انه راح توصل ما دام انت في هدف بحياتك وفي حلم، ان شاء الله توصل. ان شاء الله ان شاء الله. واكيد سلطان انت مش اول واخر مره حتكون معنا في منصات، ان شاء الله حتكون معنا ضيف مره ثانيه، وبشوفك باسم كثير منور في مش بس بالاردن، بالوطن العربي. يا رب يسلمك ان شاء الله، وهذا شرف لي اني انا اكون معكم كمان مره. الله يرضى عليك. يسلمك. يا رب. شكرا لكم. شكرا لحضوركم. شكرا للشباب وراء الكواليس، الله يعطيهم ألف عافية. كل احترام وشكر لكم. عادي بتحب تنهي؟ أما الآن وصلنا لنهاية البرنامج و اتشرفت فيك سلطان. أكيد إن شاء الله بنلتقيك مرة تانية بإذن رب العالمين. شكرا لكم. احترام لإلك. وأكيد متابعينا الكرام انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج سوشو.